قال يسن الاستعداد للموت. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. فالإنسان المسلم يعلم أنه في هذه الحياة يعني مؤقت وأنه سينتقل منها إلى الآخرة. الإنسان المسلم دائما يعلم علم اليقين قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، ما من أحد إلا سيموت. الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان دائما يكون مستعدا للموت، إذا كانت للناس مظالم عليه يقضيها، إذا كانت حقوق لله يقضيها، إذا كان على معصية يتوب منها، وهكذا، فيكون مستعدا للموت. بل نحن إذا جئنا إلى فرشنا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فنحن في كل ليلة عندما ننام نموت ثم نحيا، فلذلك الإنسان يكون مستعدا دائما لذلك اليوم الذي يموت ولا يحيا. فاستعداد للموت يبد أن يكون دائما على ذهن المسلم. وذلك حبب واستحب للإنسان المسلم أن يزور المقابر. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالإنسان دائما يتذكر الموت. قال يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره.